أحسن الله إليكم. ناخذ اتصال الأخ أبو عمر من مكة، تفضل أخي أبو عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. أهلا ومرحبا، تفضل. سيدي أبغى أسأل فضيلة الشيخ. تفضل، ارفع صوتك شوي. يا سيدي عندي موضوع صلة الرحم والقطع الموجود الآن في المجتمع، وقد بليت يعني برحيم لا يصلي ويتعاطى السحر وأمور كثيرة من الفسق ومن الفساد، فهل لي فتوى أن أترك الرحم هذا وابتعد عنه خوفا على بيته وعلى عيالي؟ طيب شكرا. نعم، هذا القريب، هذا القريب الذي ذكرت أنه يتعاطى السحر وأنه لا يصلي، عليك أن تناصحه وتعظه بالموعظة الحسنة، فإن قبل النصيحة وتاب إلى الله الحمد لله فواصله وله حق عليك، وأما إذا لم يقبل النصيحة فإنك تبتعد عنه وتقاطعه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تعاطي السحر وترك الصلاة مكفران، ترك الصلاة متعمدا يخرج من الملة، والسحر أيضا يخرج من الملة، فهذا عنده نوعان من أنواع نواقض الإسلام. لكن إن قبل النصيحة وتاب إلى الله فإن الله تواب رحيم، وإن لم يقبل فعليك الابتعاد عنه. نعم.